جمال على الضيوف. مرحبا يا فندم. مبروك يا حسن افندي. الله يبارك فيك. يعني ما سالتنيش مبروك علشان ايه؟ علشان ايه يا اخي؟ ايوه اصلا سمعت خبر انكم رايحين تتجوزوا بنات الريس حنفي. طب وافرض ان احنا هنتجوزهم، انت دخلك ايه؟ اما شيء بارد يا اخي. انا دخلي ايه انا؟ الله، انا شيء بارد انا؟ ايه؟ طب بشرفي انا الجوازه دي ما هتتم ابدا. لا هتتم غصب عنك، وانت اللي هتمسك الشمعة كمان. الشمعة دي تحطها في عينك. ده احنا بار، عيب الكلام ده. وانت كمان بتعرف تتكلم يا اهبل انت. حقك عليا، ما تزعلش في صحتك. صلاة النبي احسن. ما عنديش رخصة. وانت؟ هو اللي يجي هنا لازم يكون برخصة؟ هتسوق الهبالة عليا انا راخر ولا ايه؟ البطاقة الشخصية. ملياش شخصية. يعني ما معكوش أي أوراق انتوا خلال؟ طب انجر انت وهو قدام على الكراكوش. والنبي يا شاويش سيبنا الله يخليك، أنا يتيم وخاطب عذراء الربيع. هتمشي بالتي هي أحسن وإلا ما ولاش. يلا تسمح لي يا شاويش بس اجيب المنديل. يا جدع امشي بقى بلاش نزاع. والنبي ينجح لك المقاصد، الله يخليك اجيب المنديل وامشي. اللهم طولك يا روح. معلش والله علشان خاطري يا شاويشنا خليه يجيب المنديل بتاعه، اصلهم اغربهم مش من هنا. انا قلت مش ممكن، يعني مش ممكن، وكلام المري ده يراد. طب تسمح لي انا اجيب المنديل بتاعه انا؟ لا مش عاوز عشان خاطر وشك. يلا اتفضل يا سيدي. استنى يا اسماجيه. اتفضل. شكرا. سعيده يا وسوس. جالة شي سي برضه جالة. حد ايه المهاب ده؟ يا ساتر يا رب، اللهم اجعله خير. يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ يمكن حسن وابن حميد وشاف النور جايين يقعدوا معانا شويه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا بازفندي، ازعجتنا. اسكت، انا قلبي دليلي وفيها شيء لله. ده شيء معروف يا بازفندي. انت عارفه الولدين اللي ساكنين عندكم دول؟ حسن وابن حميد ومالهم؟ دول طلعوا تجار مخدرات اندال. يا خبر اسود والله. كلام ايه اللي بتقوله ده يا بازفندي؟ اللي حصل، والبوليس ماسكهم نايمين دلوقتي في السجن. اتابي يا اخويا الفلوس عندهم زي الرز،
هات خد هات خد. الحمد لله اللي ربنا نجانا منهم. وانت يا ام حميده كان كل عشمك تجوزيهم للبنات. ابدا والنبي يا اخويا، انا عملت الترتيب على حميده بس، كان جوازها بابن حميده وجوازها عزيزه الخميس الجاي. وقبل حميده يتجوز حميده؟ قبل يا كبدي وبقى هيطير من الفرحه. وقلنا عودتك اتفكت يا باز افندي. يعني لو ما كانش اتقبض عليهم كنت اتجوزت عزيزه انا؟ اه والخميس القادم يا وش الساعه. طب والعمل ايه دلوقتي؟ هي فيها عمل؟ استنى بقى 3 4 سنين لما نشوف عريس لحميده. هي دي حاجه سهله يا حبيبي. ما تروحوا البوليس دي حرفي وتشوف لهم حل. اروح فين يا ولية؟ تجار مخدرات، اروح اتوسط لهم؟ معلش، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. صباح رباح يا معلم حنفي. اما ابقى اشوف طريقه انا. تصبحوا على خير. خير؟ خير منين؟ إيه؟ انا من ساعه ما حبستيني في خانه اليك وانا قلت الليله دي مش هتنتهي على خير ابدا. جت الحزينه تفرح ما لقيت لها مطرح. حسن وحميده، حسن وحميده مالهم؟ ماتوا؟ يا ريت يا بنتي اسخم. اتجوزوا؟ يا ريت يا بنتي اسخم واسخم. مصلحة الضرايب حدثت عليهم؟ اسخم واسخم واسخم. ما ايه بس، في اكثر من المصايب اللي قلناها؟ قبضوا على خطيبك يا عروسه. ابن حميده؟ ابن حميده تاجر الحشيش. يا ما فاطمه ما تفتنيش، يا ما تفنيني في تربه وحنطيني. يا عيني عليكي وعلى بختك يا اختي يلي ما فيش جواز ليكي بتتم من الاخر ابدا. عن مين وصابت فيا يا امه؟ اخرتي كانت وحشه كده ليه يا اخواتي؟ برضه جاله. انت وقعت ولا الهوى اللي رماك؟ والله يا ابني ما انا شايف ابنك. مرحب مرحب، حصلت البركه. الله يبارك فيك، ازيك؟ الله يسلمك، وحشني موت موت موت. ان شاء الله ما تشوفش وحش. ما شوفش وحش، ما انا شفتك اهو. المخدرات اللي في المنديل دي بتتاجر فيها ولا بتستعطاها؟ معلش نبي، حقك عليا. سمحنا بقى. انت عارف عقوبتها كام دي يا حلو؟ كام؟ 25 سنة يا جميل، ربع قرن يا رفضي. وانت يا واد يا هلفوت، انت شريك ولا هتدعي الانكار؟ يا شاويش، القضية دي جناية ولازم تعرضها على المأمور في الحال. مأمور؟ هو المأمور فاضي عشانك انت يا هلفوت يا ابن الهلفوت؟ امال ايه رأيك؟ ايه رأيي؟ رأيي انكم تشربوا في السجن تحدي صباحا لما يجي حضرة المأمور. جرهم يا عسكري على السجن. يلا قدامي. وتوصف اخينا ده عشان معرفة قديمة. حاضر. هي من ايام الجيش. قول. والله وقعت يا ولد. خش. وانت كمان. فينا. السلام عليكم يا رجاله. اهلا وسهلا. مساء الخير. اسمع، انا عايز اعرف ايه اللي جاب لك حته الحشيش دي؟ والله علم علمك، لكن انا دلوقتي صدقت المثل اللي بيقول ياما في الحبس مظاليم. والبنات هيقولوا علينا ايه دلوقتي؟ يقولوا علينا ايه؟ حشاشين. حميده تعال هات ايدك. ايه دي؟ ايدك كده كده كده. ما تكلم معاك. اشيل يا ابن حميده. عزيزه؟ ايوه عزيزه اللي ربنا نجاها منك يا حشاش انت. حشاش؟ مين قال لك الكلام ده؟ الباز افندي قال لنا على كل حاجه. الباز افندي؟ ايه مش عاجبك؟ على الاقل راجل شريف مش زيك حشاش. فاكر لما دخلت ورايا الاوضه وقعدت تكلمني؟ تمنيت ساعتها انك تتجوزني بدل الباس.
كنت مغشوشه فيك وفاكره نفسي ان انا بحبك، وبعد ما خرجت قعدت اعيط لوحدي في الاوضه زي المجنونه. انما دلوقتي انا بقيت اسعد انسان في الدنيا، لاني سمعتك بتقولي بلسانك انك بتحبيني. كنت، ودلوقتي بس حسيت بالسجن والقضبان دول، لان لولاهم كنت بوست شفايفك الحلوين اللي سمعت منهم اجمل كلام في حياتي. وقف، وانا بتوطي علشان اشوف ابن حميد وانا كمان. الله، ايه مفيش فايده يعني مش هشوفك؟ ابن حميده. ايوه حميده، ما تنزل بقى يا سروميو. يا نهار اسود، انت واكل زلط. ايدك بقى هتدور عليك انت يا عم، اعملها لي كده. اخينا حد غيب كتير يا ابن حميده. والله اذا كان حظي كويس هغيب 15 سنه بس. ما تقلقيش يا حميده، اذا غبت ما تخافيش جايلك. ما تعرفش تهرب يا ابن حميده. اهرب؟ يا نهار اسود، عيب يا حميده، ده انا راجل مواطن شريف وشرفك عندي. انا مواطن شريف. الوداع يا مواطن. جود باي يا شريف. حسنا يا حميده. صباحية مباركة يا ابن العبيطة. الله يبارك فيك. عقبال عندك يا شاويش. عقبال عندي يا اخي. اخرس ده قطع لسانك قليل الادب. فوت قدامي يا مجرم انت وهو. فوت فوت. اطلع. ساطلع. اطلع. احنا رايحين على فين يا شاويش؟ رايحين فين؟ رايحين لحضرة المأمور، ثم إلى النيابة، ثم إلى المحكمة، ثم إلى السجن. 25 سنة. إذا كانت أخلاقك كويسة يبقوا 20 بس، أما إذا كانت أخلاقك زي صاحبنا ده يمكن يعدموه. واقف ليه يا حيوان؟ مستني بقية ثم. امشي قدامي. ادخل. المتهمين في قضية المخدرات يا فندم. لو سمحت يا فندم، في حاجة مهمة لازم أقولها. اتفضل. أيوه بس شاويش اطلع برا. اطلع برا ليه؟ قول اللي أنت عايزه. اتفضل. اتفضل سرايا حضرة الظابط. متشكر. اقعد يا حضرة الصول. صول. صابت صابت. قهوة قهوة يا مشاويش عطية. حاضر يا فندم. تجيب القهوة بنفسك ومش عايز حد يدخل هنا. حاضر يا فندم. ازاي الكلام ده؟ ملازم أول حسن محمود وصول حميد السيد، ازاي تفضلوا ساكتين لغاية ما تباتوا في السجن؟ أصل احنا في مأمورية سرية وما كناش عايزين حد يعرف غير سيادتك، وعلى العموم حبسنا ده هيساعدنا في مأمورية. عندك حق. أنا هرتب الحكاية كأن البوليس ما خدش باله من حكاية الحشيش، وإن حجزكم كان لعدم وجود أوراق شخصية، ونفرج عنكم بالضمان الشخصي. كويس، متشكر يا فندم. بس ممكن الباز السمسار هو اللي يضمننا. اشمعنى الباز يعني؟ لانه كان عارف انه معانا حشيش، فلو حضر الاجراءات مش هشك ابدا في طريقه الافراج عننا. لا معلش، هنشربها عندك يا شاويش. طيب امرك يا فندم. وبعدين ده الباز السمسار يضمن عليهم ويفرج عنه. حاضر. شاويش عطية. الكلام اللي سمعته هنا مش عايز حد يعرفه أبدا. حتى ولا الضباط. مفهوم؟ حاسس يا شاويش؟ الله خير خير. سيبك روح لحد رتولة. حاضر.
احنا متشكرين خالص يا حضرة المأمور. مع السلامة، وأي مساعدة تطلبوها اتصلوا بي على طول، ربنا يوفقكم.